وقد ذكر الله عز وجل اللؤلؤ في كتابه العظيم وصفا لخدم أهل الجنة، فقال مرة جل وعلا: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وقال عز وجل عنهم في سورة الإنسان: قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. فهم جمالهم في تفرقهم، لأن من يقوم بالخدمة كلما كانوا متفرقين كانوا أقدر على الخدمة، وكلما كانوا صغارا في السن كان الإنسان جبلة لا يتحرج أن يستعملهم، أن يستخدمهم، أن يطلب منهم طلبا، لأن النفوس جبلت على أنها تستحي أن يخدمها من هو أكبر منها سنا، جبلت على أنه يصعب عليها أن تطلب ممن هو أكبر منها سنا أن يخدمها. ولهذا قال الله عز وجل: ولدان مخلدون. فالولدان جمع وليد، والمراد غير متقدم في العمر، ويقال للأنثى وليدة، وهذا كانت تستخدمه العرب في كلامها، إلا أنهم يقولون غلمان وولائد في ظاهر كلامهم، في ظاهر كلام استعمال العرب. فقال الله عز وجل: ولدان مخلدون. واختلف هل هؤلاء خلق ينشئهم الله في الجنة خدما لأهلها، أم هم صغار أبناء المشركين ممن ماتوا قبل البلوغ، هذا تحتمله الآية، وقيل إنهم صغار المؤمنين، وهذا وإن قال به بعض الأجلاء لكنه بعيد، لأن من مات صغيرا من أبناء المسلمين فإنه يلحق بأبويه، لكن ظاهر القرآن والعلم عند الله أنه لا يصل إلى مرحلة أن يكون من الأبرار من المقربين، لا يكون من المقربين، يبقى على حالة أصحاب الميمنة. ولعل في القرآن ما يشير إلى هذا، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقول الله وكنا نكذب بيوم الدين هذا سبب الخلود في النار، لكن الشاهد من الآية أن الله أخبر أن هؤلاء يسألون أهل النار ما سلككم في سقر. ولو كانوا هؤلاء نشأوا كبارا، ماتوا كبارا، لعلموا لما سلك هؤلاء الأشرار في سقر، لكنهم يسألون لأنهم ماتوا صغارا. فهؤلاء الصغار هم أبناء المسلمين الذين ماتوا قبل البلوغ، لا يعلمون سبب بقاء أولئك الأقوام في النار فيسألون. فيحمل قول الله عز وجل إلا أصحاب اليمين، يحمل على من مات من صغار المؤمنين. قال الله عز وجل: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وقال هنا لؤلؤا منثورا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. لفظ مخلدون جماهير أهل العلم على أن المعنى أنهم لا يكبرون لا يهرمون، لكن هذا معلوم قطعا أن أهل الجنة أصلا لم يقل أحد أنهم يهرمون أو يكبرون. فذهب بعض من له علم بالعربية، ونقل هذا عن أبي عبيدة أحد علماء اللغة، أنه قال إن معنى لفظ مخلدون في الآية إنما هو جمع خلدة، والخلدة هي القرد بلغة حمير يوضع في الأذن. فقال معنى قول الله عز وجل ولدان مخلدون أي أن في أذنهم الأقراط، هذا قول، لكن كما قلت الجمهور وأهل العلم على خلافه.